بتصبح على حضراتكم من جديد، وخلونا دلوقتي نتابع مع حضراتكم متوسط أسعار صرف العملات الرسمية. وخلونا نبتدي بالدولار الأمريكي اللي سجل 19 جنيه و10 قروش للشراء، أما للبيع سجل 19 جنيه و17 قرش. اليورو سجل 19 جنيه و39 قرش للشراء، أما للبيع 19 جنيه و48 قرش. الجنيه الإسترليني شراء 23 جنيه و3 قروش، أما للبيع 23 جنيه و13 قرش. فرانك سويسري شراء 20 جنيه و4 قروش، أما للبيع 20 جنيه و13 قرش. يوان الصيني سجل الشراء 2 جنيه و81 قرش، أما للبيع 2 جنيه و82 قرش. ريال سعودي 5 جنيه شراء و8 قروش، أما للبيع 5 جنيه و10 قروش. دينار كويتي 62 جنيه و20 قرش للشراء، 62 جنيه و47 قرش للبيع. درهم إماراتي للشراء 5 جنيه و19 قرش، أما للبيع 5 جنيه 22 قرش. خلونا دلوقتي نتابع متوسط أسعار الذهب. وسعر السوق عيار 21 سجل 1080 جنيه، أما عيار 24 سجل 1234 جنيه، والجنيه الذهب سجل 8640 جنيه، وعيار 18 سجل 926 جنيه. خلونا دلوقتي نستعرض مع حضراتكم جولة سريعة عن أحوال الطقس. والنهاردة الطقس هيكون شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد. لسه في ارتفاع في معدلات الرطوبة بالنهار، وده هيزود الإحساس بالحرارة عن المتوقع بحوالي درجتين لأربع درجات. والنهاردة كمان هيكون في شبورة مائية خفيفة الصبح على الطرق الزراعية السريعة المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة. درجة الحرارة في القاهرة النهارده هتسجل 34، وأعلى درجة حرارة هتكون في أسوان 42 درجة، وأقل حرارة هتكون في مطروح 30 درجة مئوية. هنتابع مع حضراتكم درجات الحرارة بالتفصيل لكن بعد شوية.